والله الكارتين دول بيردوا على بعض. اخيرا في تطور في الحاله الماديه عند الحوت الشهر ده. ميرسي يا ليلى. عجله الحظ ويل اوف فورتشن، اللي متعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي، الدنيا واقفه واقفه واقفه، باذن الله باذن الله يا رب، ادعوا معايا كده باذن الله هتمشي العجله، هتدور وهتلاقوا ان في تغيير في جوانب كتير من الحياه في كل الاتجاهات، تيسير ان شاء الله، تيسير في امورك يا حوت باذن الله. كوين اوف كابس، الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعه الاولى والثانيه، الحوت هنا قاعد بيفكر بعقله وقاعد بيقيم علاقه، وانا حاسه ان هو مترقب ومتربص للشريك بتاعه، حذر جدا جدا، ووصل الموضوع لحد التربص. معلش. Page of Pentacles، تطور مادي بطيء في المرحله الاولى، يعني في اول الشهر يعني بطيء شويه، فخلي بالك من الصرف بتاعك، ركز في الحاجات الماديه، ايه اللي انت محتاجه، ايه اللي ممكن تستغنى عنه. الحوت اما بيمر في اما علاقه ثلاثيه او احتفال، وكل ما يطلع الكارت ده، معلش مضطره ان انا اقول الكلمه دي يا جماعه، اللي مش شاكه ان في علاقه، ان شريكها في علاقه تانية او في خيانه مع حد تاني، ابوكي ما تسمعيش القرايه دي خالص، اديني بقول والموضوع متسجل عشان نرجع للفيديو تاني. اللي ما عندهاش شكوك او ما مسكتش حاجه او ما عندهاش اي سبب انها تشك في شريكها، ارجوكي اتجهي الكارت ده خالص. اللي عندها شكوك او اللي مسكت حاجه بالفعل في علاقه ثلاثيه، وفي صبر وانتظار، الحوت قاعد صابر ومستني يشوف ايه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي. The Wheel of Fortune، في خير جاي لك كتير يا حوت، انت كنت مستنيه، متأخر عليك، حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصل لك المردود بتاعها، هيبتدي يوصل لك دلوقتي، او خير عملته في حد زي ما قلت لك ان شاء الله بيترد لك. شايفة عمل جديد للحوت، الناس اللي ما بتشتغلش في عمل جديد، الناس اللي بتشتغل اما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة، او هيغيروا جوه شغلهم، هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشغل، او بس في تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات. هنا بقى في تطور مادي ان شاء الله للبرج الحوت، في حالة مادية بتتطور باذن الله، وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا. انا يعني في ده، دي الغموض، ذا هاي بريستس، دي الغموض، في حاجه غامضه كانت عن غامضه عن الحوت هتتكشف له، هيبتدي يعرف حاجه كانت مستخبيه ومستتره هتبان، يعني سر بيتعرف للحوت. هنا في قياده شويه برضو للحوت في مجال العمل. ايه نهايه العلاقه الثلاثيه دي؟ ده سؤال كويس. طيب هنشوف. عنده قيادة في العمل، ماشي بمبدأ يعني القوة مع اللين في نفس الوقت، وفي شخص قدامك يا حوت بيحميك، واقف يعني واقف لك حارس. القطة دي بس أنا دايما بشوف إن القطة دي أم، يعني الأمهاتكو واقفة لكو حارس، إنه ما فيش حاجة تأذيكو أو حاجة تضركم. هلخص القراءة بسرعة، في تطور في عجلة حظ بتدور بإذن الله ما شاء الله، يعني حاجة حلوة جدا، في خير جاي لك يا حوت، حاجة أنت كنت مستنيها بقالك فترة إن شاء الله هتجيلك دلوقتي. في تغير في العمل، العمل بيتغير، إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل، أو بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة، أو بتغير ديبارتمنت، وفي تطور في الحالة المادية وحالة أمان الحمد لله. العمل عندك ماسك قيادة، في قيادة عندك في الموضوع، ماشي بسياسة القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف، يعني الاثنين مع بعض عامل ميكس حلو جدا جدا، وقدامك حد بيحميك. في سر هينكشف للحوت، The High Priestess، الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما، مركز وعمال عايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه، مش شايفه كده وخلاص، لا عمال يحلله، يعني داخل جوه كده بيحلله.
زي ما قلنا في اول الشهر التطور المادي كان بطيء شويه، ان شاء الله يعني باذن الله يتغير الموضوع ده، فنحاول ايه التطور المادي، والحمد لله احمدك يا رب، فنحاول ان احنا ايه نظبط مصروفنا شويه. زي ما قلنا علاقه ثلاثيه او احتفال، الحوت بيمر بعلاقه ثلاثيه او بيحتفل بشيء، وشايفه هنا صبر وتضحيه وانتظار. قرايه هي مقارنه بالفات يعني مش قد كده، بس هي قرايه برضو حلوه جدا جدا جدا. وجد سنواتي بهجه وامل كتير جوايا طاقه ايجابيه. الحمد لله يا باسم، بشكرك جدا جدا. اوكي كده احنا فاضل لنا، اقسم بالله صح، اشكرك يا عبد الحي، ميرسي ميرسي. هنشوف بقى ايه الحاله العاطفيه بتاعت المرحله الثالثه، اخبارها ايه، ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله. ولا حد هيعرف سر عن الحوت. انا شايفه ان الحوت اللي هيعرف سر، يعني انا مايله لده اكتر جدا في حياتنا، بقيتي جزء من حياتنا بجد. الله يا مريم يا حبيبتي، وانت على فكره كمان مش انا بس، يعني انت كمان جزء كبير من حياتي خلاص دلوقتي، انتوا ما ينفعش خلاص، حياتي مش هتكمل من غير لايف بعد كده. ما شاء الله عليكي، فعلا كلامك صحيح، بشكرك يا توكو قوي قوي، ربنا ان شاء الله يعني ما يحرمناش من بعض ابدا ابدا ابدا، وحركه فيسبوك دي ما تتكررش تاني. لا موزارت ده كده هنتخض. اوكي الف قبلة مني، بشكرك يا رضا جدا. ليه يا فاطمه مره بحضر ليكي، مايا منوراني يا حبيبه قلبي، نورتي اللايف نورتي اللايف، يا رب يكون عجبك. الناس الجداد يا جماعه بليز اللي عجبهم اللايف دوسوا فولو للصفحه، لايك وفولو عشان تشوفوا التصويتات، احنا بنصوت لكل برج، وتشوفوا اللايفز اللي جايه ما تفوتوش، ونورتوا الصفحه ونورتوا اللايف. طيب يلا نشوف الحاله العاطفيه للمجموعه الثالثه والاخيره لبرج الحوت. الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز الصوره دي للعيله، صوره سعيده، اب وام مترابطين وحابين بعض وبيراعوا بعض، واطفال بتلعب وحاجه، يعني عايز الصوره دي، المدينه الفاضله اللي هو عايش فيها دي، وبيعمل على الموضوع ده، بيعمل ان هو الصوره دي تبقى تتحقق بالفعل. عايز برضو قوه اكتر، عايز يكون اكتر صلابه، عايز يكون اكتر صلابه واكتر قوه. الحوت برضو يا جماعه يعني حنين قوي، يعني عنده لين جدا، فعايز يكون اقوى شويه، يكون جامد. يعني انا مثلا ببقى ضعيفه قدام ولادي، ساعات بضعف قدامهم، بيبقى عايزه اقول اجمدي شويه انشفي شويه، هو ده بالظبط اللي انا عايزه اوصل له. الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتطور ماديا، شايفه بيتطور، وشايفه لامم العيله حواليه، اهو تطور مادي ولامم عيلته حواليه، برضو نفس الموضوع، ماشيين في نفس السكه مع بعض. الطاقه، الطاقه فيها تهنئه، الناس عماله تهنيكوا، اما على نجاح، على علاقه ناجحه او على شغل ناجح، في حاله تهنئه والناس بتهنيكوا. الشريك عايز ايه؟ الشريك نفسه، لا الشريك تعب، واضح انه في تعب جديد شديد عند الشريك، تعبان هنا، محتاج روحانيات اكتر، حياته بقت مليانه حاجات ماديه كونكريت كده، يعني حاجه صلبه، عايز حاجه اكثر هدوء واكثر يعني اكثر روحانيه، ونفسه يرتاح، عايز ينام، محتاج ينام، محتاج يرتاح، ممكن يكون كمان تعبان جسديا. شايفك ازاي؟ شايفك ناجح، شايفك ناجح، وشايفك ناجح في كل حاجة، اكتمال دائرة، مكمل، عامل كل حاجة بسم الله ما شاء الله، بيرفكت بيرفكت. لا حاجة حلوة قوي قوي قوي. الطاقة دلوقتي حب غير مشروط،
في مولود للي عايزين مواليد وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. في حالة لا حب غير مشروط، حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا. هنا في حالة من السبونتينيوس كده، عفوية، ما بنفكرش قبل ما نتكلم، نتكلموا براحتكم، مغامرة وشكل فيه سفر كمان. مش شرط تكون سفرية سفرية شغل او حاجة، لا ممكن يكون في سفر لمجرد السفر. واحنا داخلين على اجازات دلوقتي، اجازات نص السنة، فعلا في مناسبة بيرفكت، يلا بقى خدوا بريك ونطلع بقى نسافر في مكان. دي قراية حلوة قوي 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 للحوت، بسم الله ما شاء الله. القراية دي يعني مش عارفة، حاسة انها لايقة على المجموعة التانية اكتر، سبحان الله. يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا، ما حدش يسمع المجموعات، احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد اكتر كم من المواقف، انما مش شرط كلهم حوت، كل المجموعات حوت. انت هتسمع وهتشوف اكتر مجموعة ماشية معاك ايه، ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك خالص. الحوت عايز صورة العيلة السعيدة البيرفكت، الاولاد اصحاء بيجروا بيلعبوا، اب وام مترابطين وحابين بعض، عايز يكون اكتر قوه واكثر صلابه، شايف شريكه بيتطور ماديا، الشريك محتاج اكتر هدوء وحياه، اقل صخب واقل واكثر هدوء، محتاج يرتاح شويه لان جسمانيا تعبان. الشريك شايفك يا حوت ناجح وبتقوم بدور كويس جدا ومكمل مهمتك على اكمل وجه، الطاقه ما بينكم فيها علو شأن وفيها مباركات، ناس بتبارك لكم. في هنا The Empress، الحالة برضو الجنسية عندكم كويسة جدا، نشطة جدا، وحب غير مشروط، وممكن يكون في كمان حمل، دي بتاعة الخصوبة The Empress، كارت جميل جدا. في حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك وبين شريكك يا حوت، وإن شاء الله كمان باين إنه في سفر أو تغيير مكان، حتى ممكن يكون هتغيروا بيت. ما شاء الله قرية جميلة جميلة للحوت، الحمد لله ختموها مسك ديسمبر، الحمد لله، وان شاء الله يا رب تظبط القرايات. علي تفضل، اهلا بيك، تفضل، ايه سؤالك؟ طيب احنا دلوقتي هنقول القراءة الخاصة اللي كسبت معانا النهاردة. اوكي تمام، هي كمان بعتت لي، خلاص تمام، يلا حبيبتي تعالي. رهيم، تاريخ الميلاد 1/8، ده انت اسد. فين بقيت السؤال؟ انت عايزه علاقه عاطفيه، تمام ماشي، حلو قوي. اوكي دي بس دقيقه فنط. شيرين، انا بقرا كل يوم، يوم لا، بعمل لايف ستريم، وكل لايف بقول فيه برج واحد بس، والاختيار بيتم عن طريق التصويت. فاحنا النهارده معانا برج الحوت لانه كسب في التصويت، ان شاء الله هنقول اسد قريب جدا جدا جدا. اوكي طيب، هو معلش يا ولاء، ممكن بس تسأليها او انا هسألها؟ قولي لي حبيبتي، ردي عليا بقى في الرسائل، انت معانا على اللايف. هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه؟ الدنيا مش تمام يعني؟ هبتدي القراية. انت عايزة ايه؟ انت عايزة باب رزق جديد، عايزة الحالة المادية يكون فيها تطور اكتر من كده. زي ما قلنا الكارت ده، اما انت عايزه تعملي حاجه معينه والفلوس معاكي مش مكفيه، او معاكي فلوس ومش عارفه تعملي بيها ايه، تصرفيها ولا تستني شويه.
بس واضح ان الحاله الماليه عندك عامله لك شويه ايه زعزعه كده. شايفه شريكك ازاي؟ شايفه شخص طموح، شايفه شخص ذكي، بيعرف يتصرف، وممكن يكون قد المسؤوليه كمان، شخص قد المسؤوليه. الطاقه ما بينكم موقف صعب او زواج، either or، وانت ادرى. موقف صعب او زواج، يعني يا ده يا ده. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يكون اكثر قوه. ايوه، طب هو ساعد صاحبه وساعد